لكن واحد العيب أقرب دليل باللي الله كير هو القرآن الكريم. فرضا جا عندك شي واحد من الاصدقاء ديالك او لا من الاخوان ديالك وقال لك انا ملحد، شنو غتكون رده الفعل ديالك؟ صراحه انا ملي غادي يقولها ليا غتكون رده الفعل ديالي بيزار. احرم في الاسلام بعدا؟ لا هضره غلط. بالنسبه لي هذا الراي ديالو الشخصي نقدر نتقبلها عادي، ولكن باش يفرض عليا الراي ديالو هي ما نتقبلهاش. في الاصل هما باش ناقشي معاهم صعيب، حيت هما كيامنوا بواحد الفكره وكيتشبثوا بها، واخا تجيبي لهم ادله قاطعه ومنطقيه ما كيتقبلوهاش، كيبقاو ديما متشبثين بداك الشيء ديالهم. واول حاجه غادي نحاول ننصحو، نقول ليه بلي راه داك الشيء ما منوش. ما نقول ليه والو، نقول ليه بان افكار ديالك عنده الحق يفكر اللي بغا، وخصو تكون حريه ديال التوحيد زعما تكون افكار ديالك. انا نقدر ننصحو باش يرجع شويه يامن بالله، باللي الله راه موجود، تقرا ديك سوره ديك ديال الاخلاص. فهاد الوقت ديالنا ولاو بزاف ديال الديانات، بزاف ديال التوجهات، كل واحد كيتبع التوجه ديالو. في الدقه في الصوره الاولى شويه غتكون ما مقبلاش هذاك الكلمه، ولكن الا كنا كنريزوني شويه نجلسوا معاه نشوفوا علاش هو ملحد اصلا. كنبقاو معهم كنديروا معهم المجهود ديالنا، كنحاولوا نوصلوا لهم ونجيبوا لهم الادله. في الاخر ضروري كيبقاو متشبتين بداك الشيء ديالهم، يعني حنا علينا غير ندعيو معاهم. اولا على حساب الشخص كيفاش، واش هو كيامن بوجود الله كيقول لك بان الله ما كاينش. لا الشخص كيقول لك الله ما كاينش غنقدر انا نوريه في القران، نعطي دلائل، ماشي زعما غنتجاهلو ولا غنقول ليه لا الفكره ديالك خاطئه ولا شي حاجه. لا، الا كان كيبحث على الحقيقه نوريه الحقيقه. الله بانه كاين، الرسول كاين، الدين كاين، وحنا مشينا نمشيو على حساب الناس والدينا الاولين، بان الله تبارك وتعالى راه قال لنا علموا ولادكم الدين. حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي ويقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معها بزاف الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميساريا، فهمتي؟ حيتاش الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي كوننا في هذا الكون هذا. اللي بغي ندير ما هو بغي نعطي اتساهه، ما يتذكر ما يتذكر ما خطر وجود الاله هذا ضروري. وخا اليهود راه مامنين بالله، عند النصارى مامنين بالله، اما اللي ما كيامنش بالله هذا ما عنده لا دنيا لا دين لا حياه لا والو. شي رسالات بغيت توجهها لهاد الشباب اللي كبلوا كيتجهوا للالحاد هذا بزاف وتيخرجوا من الاسلام؟ كنتمنى يبحثوا، فهمتي، يخدموا المنطق قبل ما يخدموا العقل ديالهم، حيت في الاخر ديال المطاف ما يمكنش تثق في زعما في العقل ديالك، ما عندكش داك العلم، القدره العلميه اللي غادي تخليك تاخذ القرار اللي غادي قرار صحيح. يعني بنادم يشوف الاصل ويبحث في التاريخ ويبحث شي حاجه منطقيه ويشوف الواقع. ما عنديش شي ميساج، يعيشوا حياتهم، ما خصهمش يديو فاش كيفكروا الاخرين. هو راه في الداخل ديالو الا مؤمن تيقول لك انا خاصني، هو باغي غير ان سوليسيون، شكون هو هذا الاله اللي غادي انايا نكون مرتاح فانني نتبعه، ولا في هذا الدين اللي غنكون انا مرتاح فيه؟ لان اكتيولمون في هذا العصر اختلط الحابل بالنابل. والرساله اللي بغيت نوجهها للناس بانه والله راه كاين والرسول راه كاين. اولا خاصو يبحث في الدين قبل ما يمشي، وما بالك انت واحد الكون على قدو، وهذه المجره كامله راه تبان قد حبه ديال الرمل وسط محيط على قدو، وغيكونش خالق. اذا كاين واحد الخالق اللي هو راه هادشي كامل خالق، هادشي كامل. راه كاين واحد العيب اقرب دليل باللي راه الله كاين هو القران الكريم. الرساله ديالي غنوصل للشباب، الله يهديهم ويتبعوا طريق الله ويتبعوا دين والديهم ودين سيدي ربي سبحانه وتعالى، حيت ما يدوم غير الله سبحانه وتعالى. الطريقه هذه اللي تابعين فيها الصراحه ماشي مزيانه، والله يهديهم.